الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: انتهت من نفاسها 39 يوم وبدأت تصلي، ثم جلست مدة 13 يوم، وفي يوم الأربعاء تقول صلت المغرب ثم أذن العشاء، فذهبت أكرمك الله لدورة المياه ورأت نزول دم. تقول: ولا أعلم هل هو قبل أذان العشاء أم بعده، لأنها كانت متوضئة للمغرب فصلت مباشرة، وبعد 6 أيام أي في يوم الثلاثاء وقبل المغرب بقليل انقطع الدم، ثم اغتسلت وصلت العشاء ليوم الأربعاء، ثم صلت العصر ليوم الثلاثاء، وعندما أرادت صلاة المغرب عاد الدم مرة أخرى، فما الحكم هنا؟ وهل هناك صلوات ناقصة؟ الحمد لله رب العالمين. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أكثر مدة النفاس، والقول الصحيح أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا جلست النفساء 40 يوما فإنها تغتسل بعد 40 وتتطهر وتصلي، حتى وإن كان الدم يسيل فإنه في هذه الحالة يعتبر دم فساد ما لم يوافق عادتها الشهرية التي تحيض فيها كل شهر. والدليل على تحديد أكثر النفاس 40 ما رواه أبو داود في سننه، وصححه الحاكم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40، وفي رواية: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فبما أنك جلست بعد الولادة 40 يوما ثم شرعت في الصلاة فقد أحسنت بارك الله فيك. وأما ما رأيتيه من الدم في وقت العادة الشهرية بعد صلاة العشاء، بعد أن صليت العشاء ثم شككت هل هذا الدم حصل قبل صلاة العشاء، فتكون صلاة العشاء باطلة لوقوعها وأنا حائض، أم أنه لم ينزل علي الدم إلا بعد صلاة العشاء؟ فالجواب عن ذلك نقول: المتقرر عند العلماء أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وبما أن نزول الدم إنما كان بعد صلاة العشاء ولما كان اكتشافك لنزول الدم إنما كان بعد صلاة العشاء ثم شككت هل وجد قبل ذلك، فهذا الأمر الحادث وهو نزول الدم يتجاذبه وقتان: وقت سابق وهو ما قبل صلاة العشاء، ووقت لاحق وهو ما بعد صلاة العشاء. والأمر الحادث إذا تجاذبه وقتان سابق ولاحق فإن الأصل إضافة هذا الأمر الحادث إلى أقرب أوقاته، وبناء على ذلك فصلاة المغرب صحيحة وصلاة العشاء صحيحة، ولم يبتدئ معك الحيض إلا بعد فراغك من صلاة العشاء، والله أعلم.